هي بيدي. يخرب بيتك شعفيتك. يلا بشون. اطلع يا. واحد. انت خلاص ليه ما تيجي ده من بيتك؟ ابلع. والله خطفته، والله خطفته. اطلع يا. اطلع يا. انت مش تبعه؟ مسك الشجون يا ابن الذين يا ياسر. طلع على النبي، طلع على النبي، طلع على النبي. ادخل والله الحين بريفاير ده احلى اختراع سواء يوزا فيه. ايه ده؟ شوف بقى اللعيبه نازلين جايين اللفه دي كلها عشان يجوا الحته دي. والله تطلع مصلح جديد يا كده عشان ايه؟ تبلع انت؟ لا 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 صلى على النبي. لازم نبدا تبدي لازم ده تبعهم ده على الصوت ده تبعهم. تعالى بقى عشان تستنوا طبعا. نبلع يا جون. والله ازاي ما وقعش شوت ويجي 4 5 بقبضي شوت. ما عندش اكل في مصر. والله خد محيط واحد مش فيه. انت فكر نفسك اغزى هز زون وبتحرك شان زون. ده الواد ده غريب عجيب مريب. الواد الفرنكي الشمال ده غريب يعني. انت متخيل احنا عاملين لعب وانا مهريك وهيد شوتات. واتش اوت نزل مسا طلع على طول. لا يا رجاله طلع الواد جه. هو فين اللي بيزعق من شويه؟ هو فين؟ عم توصل للكفر. قد ما تتعد من كده اول نوب راح فين اصلا؟ راح جول. فرصه مش عليك. خليني من الكبيره دي بلا كده كده. قلت لكم يا جدعان انا بقالي ساعه بقول لكم مش شرط اقول لكم مش على خلاص كده. الوقت في المكان ده معروف يا جدعان.